كنت تهرب انت كمان عشان تكمل. هتفضل موقفني كده كتير؟ انا جعان. ايه بقى شمالك؟ لا مفيش. اوعى تنخى او تطاطي، لا تاكل رقبتك. تتكلم عن ايه؟ عداني يا باشا. يئست، اسودت الدنيا في عيني. اديها دارك تجري وراك. مع عصلجه. اديها بالجزمه. هي مين؟ الدنيا. تعبت. فشلت في شغلي. وفشلت في بيتي. مفيش مشكله ملهاش حل يا باشا. مش لاقي لها حل غير اني ارجعك السجن واسلم القضيه لضابط تاني. ليه يا باشا كده؟ انت حتى كده تبقى ضعيف. الضعيف ملوش مكان في دنيتنا دي. والكلاب، الكلاب اللي مش قادره اوصل لهم. انا ما اعرفش السكه كلمه قافله يا باشا. هنوصل لهم ان شاء الله. هنوصل لهم. بتحبها؟ ايه مين؟ في حد غيرها؟ ست هاني. مدام عادل. رد عليها طيب. كلمني زي ما بكلمك. بتحبها؟ وانا لما كنتش بحبها كنت اتجوزتها. وانا بقى يا باشا متاكد تماما ان هي رخا بتحبك. مش عارفه من اللي لهفت عليك وانا داخل بيك متشال ومتداول. صح، حنفي عنده حق يا شريف. منى ما تدخليش انت في الموضوع ده. باشا انت غشيم وما بتفهمش في الحريم. حاسب على الفاظك. اقعد بس يا باشا واسمعني كويس. اي واحد في الدنيا دي بيتمنى ان هو يحب ويتحب، وانت والهنا بتحبوا بعضيكم. عايز ايه؟ الفرق اللي بيني وبينها تعبني. ايه؟ الفلوس يعني؟ الفلوس بقت مع اي حد الايام دي، وزي ما بتيجي زي ما بتروح. الراجل ما يعيبوش غير عيب واحد يا باشا. العيب ده انت عارفه وانا كمان عارفه. العيب ده فيك يا باشا. حنفي. انا مصدقك يا باشا، مصدقك. يلا روح هات مراتك. يلا. بس بقول لك حنفي عنده حق. عبلة بتحبك وانت بتحبها، بتعاند ليه؟ يلا باشا، يلا احنا ورانا شغل كتير، وانا هستناك هنا انا ومنى لحد ما ترجع. انت مش بتعرفي تلعبي صلح؟ ايوه. صح. مالكش دعوه بمنى، وهتيجي معايا. اجي معاك في ايه؟ هنروح نجيبها. وتعالى اشوف لك هدم عليها لقيمه تلبسها. ما بلاش. في حفلة النهارده كمان. حلوة الشكايات. ها لو اكون حد شاف عليك. انا مش عايز احرام. ايه اللي هتعمله ده؟ عطشان، عطشان ميه، مش دي قله برضه؟ قله؟ انت عارف دي تمنها كام؟ ايه كام؟ بريزه كبيره بكتير، مش قله؟ بريزه كبيره؟ دي فازه سافر من القرن ال 18، تمنها اكتر من 90,000 جنيه. 90,000 جنيه؟ نعم يا سيدي. ايه اللي انت عملته ده يا مجنون؟ القله دي ب 90,000 جنيه؟ ده احنا مقطعين بعض على ملاليم. 90,000 جنيه. ايه راح فين؟ مش شايفني واقف؟ ولا احنا يعني مش قد المقاس؟ يلا ما تبحلقش. ايه ده؟ انت بتهبب ايه؟ ان شاء الله. بقول لا بلاش البله دي. انا ما تجننيش، انا مش فايقلك. ماشي. امال مين الومني؟ طبعا إذنكم.
يلا وراها مستني ايه؟ طب تترزي هنا ما تتحركش الا لما اجي لك. ماشي يا باشا. ازيك يا سهير؟ سهير مين؟ مش تجننه يا سهير؟ ازاي حضرتك غلبت؟ انا ما اسميش سهير. بس تجننه برضه. هتيجي نتجنن سوا بقى. ها؟ بعد روسي بسرعة، في شمبانيا ولا لا؟ هدي أعصابك يا خيرية، كل شيء من هداوة. إيه يا ابن حبيبي؟ أنت ما عندكش نظر، مش تلغيني؟ نعم. نعم إيه؟ نعم الله عليك. إيه نعم دي؟ بتفتح نفسك. أوعى. يلا أمشي، أنا سجنك. أقعد هنا. حاضر. يلا أمشي. خيرية اللي عايش في أمريكا ده بيقولوا عليه مالتي مليونير. ما تشرفناش بحضرتك. ايه لسه توكي ده؟ اللي ماشي توكي ده؟ يوديك لاين ده اللي ساعدني ده؟ ما تشرفناش بحضرتك. حلفي حلفي القباها. نعم؟ حلفي القباها. حضرتك بتشتغل ايه؟ متعاهد. متعاهد؟ متعاهد ايه؟ في مصلحة السجون. عايز ايه؟ عايزك انت يا عبلة. شبعت من الكلام ده. ارجوكي سامحيني. ارجوك انت طلقني. ويهون عليكي حبنا يا عبلة. ما تحاولش تأثر عليا. طلقني يا شريف. في ايه يا حنفي بيه اكتر من ان طبقة الاذن تتخرم؟ دي مسألة في منتهى الخطورة. الأذن اتخرم؟ ما انتوا حق عليك؟ ازاي تسيبهم يخرموه؟ يبقى فين الشبابيك وانت خارج؟ ها؟ مين اللي خرم؟ بلد دلوقتي بقت أي حاجة فيها تخرم بسهولة. إيه الأذن ده؟ ولا نسبة التلوث في القاهرة اللي بقت 10 أضعاف المعدل العادي اللي ممكن يعيش فيها أي بني آدم. طب ما تهجوا منها. ونروح فين؟ روح أبو أتاتا. فين؟ أبو أتاتا. فيهاش اذون. اذون اتخرم؟ قال يا ابن خالتي مره اتخرم من الاذون كنا صغيرين. فكانت ضربة يا عيني، كانت امه بقى مربيه اذون فوق السطوح. خرم هو الاذون من غير ابوه ما يعرف. ابوه جه بالشغل لقى الاذون مخروم، قال له علقه. يا عبله انا بمر بظروف صعبه ومحتاج الجنبي. وانا مين يقف جنبي؟ انا كمان بمر بظروف اصعب ألف مره من ظروفك وانت السبب فيها. انا يا عبله؟ ايوه انت. معيشني بجحيم، حتى الشيء الوحيد اللي انت قادر عليه حرمني منه. انا ما حرمتكيش من حاجه يا عبله. لا يا استاذ، حرمني من ابسط شيء واهم شيء تتمناه اي ست. مش فاهم. حرمني من الخلفه. وانا قلت لك ما تخلفيش. واخلف ازاي؟ بالمراسله. عبله. انا بقول لكم كده. على العموم انا هبعت لكم عنواني تيجي تقضوا عندي سنتين ثلاثه براحتكم. يا امي بتاع الاذون انت بتعرف الاذون. موسى ايه يا مدام مالك؟ حد كلمك؟ مش ممكن، مش معقول. انت تالج وهنا؟ اعلى موسى اعلى، ما تهورش اعلى، ما تأذى المجنونه مراتك. ده انا هخليهم يقطعوا حتت. ما تقتلنيش يا موسى ارجوك، طلعني كده. طب يا بنت موسى وين الأول؟ كمان على كراسيكم
يا جماعة بطل زيطة. ياي بقى ده يتحكم فيكم. نبتدي نرقص نرقص طقه كله يشيل الكرسي بقه. يلا ندشدش كم مليون.